ماسك الشعر بقى. ماسك الشعر هو عبارة عن أفوكادو وبيضة وزيت زيتون وزيت جوز هند. هنعمل كده زيت زيتون ماسك كده بيرطب الشعر وبيطوله وحلو قوي للشعر الجاف لان هو بيغذي الشعر جدا وفي فيتامينات ومعادن حلوه قوي للشعر. وده من احلى الماسكات اللي ممكن تحطوها في شعركم وفعلا مفيد قوي للشعر الجاف لانه فيه نسبه ترطيب عاليه جدا. في الافوكادو طبعا في مواد دهنيه حلوه قوي للشعر ومفيدة جدا. هنعمل كده. في ماسك تاني للشعر بينعم الشعر هو افوكادو ومايونيز. طبعا المايونيز اصلا فظيع في الشعر وموز. فانتي ممكن تشوفي انتي شعرك بيستجيب مع ايه. يعني احنا كلنا بنقعد نجرب الحاجات دي ونشوف ايه اللي شعرنا بيستجيب فيه. يعني انت مثلا شعرك ممكن ما يستجيبش مع الزيوت بس يستجيب مع الماسكات. فانت عرفتي كده شعرك عايز ماسكات. في ناس شعرها ما بيستجيبش مع الماسكات وبيستجيب مع. بصي انت هتفهمي شعرك محتاج ايه. يعني انت اقعدي جربي. لازم تجربي ولان هي دي كلها عموما كلها حاجات طبيعية ما بتضرش الشعر ما بتضرش البشرة. فيها فيتامينز طبيعية وفيها معادن. فاحنا ما بنضرش بشرتنا عموما او ما بنضرش شعرنا. دي كلها حاجات طبيعية وكلها فوائد طبيعية. يعني ما بندخلش فيها اي كيميكال اي حاجة. دي كلها حاجات من الطبيعة ومفيدة جدا للشعر وللبشرة ولجسمنا. على فكرة طيب انا الماسك ده هيكون كده. انا ممكن اخلطه واقعد اخلطه اكتر. ده يا جماعة تريتمنت تحفة للشعر. هحطه في شعري 40 دقيقة مثلا. انا بصراحة ممكن اقعد ساعة بيه بس مش اكتر من ساعة واغسله. اول حاجة انت بتحطيه على شعر نظيف تماما ما فيهوش اي زيوت ما فيهوش اي حاجة. نظيف جدا. يعني لو شعرك فيه زيت في اي حاجة عموما الماسكات او لما تيجي تعملي ماسكس لشعرك لازم يبقى شعرك نظيف جدا وما فيهوش زيت علشان يتشرب فروة راسك تتشرب الماسك اللي انت حاطاه. ف بتغسلي شعرك كويس قوي. لو في زيوت في اي حاجه بتغسليه وبتنشفيه ولما بينشف بتحطي الماسك. فانا غسله شعري كويس قوي وما فيهوش اي زيت. هحط الماسك ده هسيبه 40 دقيقه ساعه بالكتير مش اكتر من كده. وبعدين هغسله عادي جدا كاني باخد شاور. بالنسبة لماسك الشعر يا بنات ما تقلقوش من ريحة البيض. هي مش باينة اصلا لان ريحة الافوكادو قوية قوي. فما تقلقوش من ريحة البيض مش باينة خالص. كمان لما تغسلوا شعركم هتروح الريحة خالص. يعني هي مش موجودة بس هتروح برضو. بس انا انصحكم ان انتوا تحطوا بيض لان البيضة مغذية قوي. عموما فيها بروتين. يعني حتى من غير الافوكادو ماسك البيض لوحده تحفة سواء للبشرة او للشعر. فهو مع الافوكادو حلو قوي. فياريت ما تشيلوش البيضة. يعني ما تقلقوش والله ما فيش ريحة. يعني حتى هو من قبل ما حطه في شعري او حاجة انا دايما بعمل الماسك ده ولا ريحة قبل ولا ريحة بعد. فما تقلقوش من موضوع الريحة دي لان هي مش موجودة اصلا. بس البيض مع الافوكادو مغذي قوي وبينعم الشعر جدا وبيغذيه جدا. اوعوا ما تحطوش البيضة. اوعوا مجهودي كله هيروح على الفاضي.
يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكو وتكونوا استفدتوا منه، وجربوا بجد الأفوكادو للشعر وللبشرة، هو فظيع يعني، انتوا بجد لو جربتوه هتيجوا تشكروني، لأنه الأفوكادو تحفة. أنا كده خلصت فيديو النهاردة وأشوفكم الفيديو الجاي.